لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلاوة القرآنية العطرة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة بكرنا الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بسلوية التابعة لمركز ومدينة منوف. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء خلقناه من
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء علم القرآن خلق الإنسان علم بسم الله الرحمن الرحيم
علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Da 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 da
الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان خلق الإنسان من صلصال كالفخار Yeah.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. صدقت ربي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق سبحانك إنك على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى آيات قرآنية مباركة تلها على ما سمع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بمركز ومدينة منوف. الاشتراك مع الأداة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراش الحديثة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة إدارة الحاج محمد عبد الوهاب الشيخ وأولاده المقيم بكفر البابور بمحافظة المنوفية.